مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا اللقاء من برنامجكم من عمان، حيث هذا اللقاء المباشر الآن من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وتحديدا من مستشفى صحار. هذا المستشفى الذي يشهد مشروع من أهم المشاريع الحيوية في المحافظة، ألا وهو مشروع التوسعة الجديدة التي حققت إضافات كبيرة في هذا المستشفى، مستشفى صحار المرجعي، بما يعمل على تحقيق وتلبية رغبات المرضى من المواطنين والمقيمين في ولايات محافظة شمال الباطنة. هذه التوسعة انتهت الآن وعلى مشارف بدء التشغيل لبعض المرافق في هذه التوسعة الكبرى التي شهدها مستشفى صحار المرجعي من خلال شؤون البلاط السلطاني، من خلال المنشآت السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بالتعاون مع وزارة الصحة. كل هذه التفاصيل مشاهدينا الكرام وغيرها عن هذه التوسعة وما تتضمنه من إضافات هامة في مستشفى صحار المرجعي نأخذها في هذا الحوار المباشر مع ضيفنا الدكتور ماجد بن سلطان المقبالي مدير مستشفى صحار. دكتور مساء الخير، وكذا تضع المشاهد الكريم في التوسعة الجديدة في مستشفى صحار المرجعي أهم ما تتضمنه هذه التوسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا. طبعا مثل ما تفضلت أستاذ علي، هذه التوسعة جاءت لتلامس حقيقة احتياج الناس في محافظة شمال الباطنة، وجاءت بأقسام وأجنحة تعتبر امتداد لأجنحة وأقسام قائمة في مستشفى صحار، وكما جاءت بعض الأقسام كإضافة جديدة لخدمات جديدة في لمستشفى صحار. فإذا تكلمنا بشكل عام عن التوسعة، فشملت التوسعة على تقريبا ما يقارب 270 سرير مقسمة بين أقسام طوارئ وأشعة وأجنحة ترقيد وبعض الخدمات الجديدة أيضا التي حقيقة ستلامس وتحقق رغبات وتطلعات المواطنين في محافظة شمال الباطنة. طيب دكتور، هذه التوسعة بلغت تكلفتها حوالي 28 مليون ريال، وبالتالي من المؤكد أن هذه القيمة الكبرى صرفت على إضافات كبرى أيضا. أهم الإضافات التي تم تنفيذها في هذا المستشفى دكتور؟ طبعا التكلفة زادت أخي علي عن 28 مليون وتعدت 30 مليون حاليا. من أهم الأقسام أو الأجنحة التي جاءت بها التوسعة اللي هو قسم الطوارئ، وهذا يلبي تطلعات وطموحات وطلبات كثير من المواطنين في محافظة شمال الباطنة، حيث تم إضافة ما يقارب 60 سرير لقسم الطوارئ الحوادث والطوارئ، كما تم استحداث قسم جديد لمركز تشخيص يشمل على أشعة مقطعية وعلى أشعة رنين مغناطيسي وأشعة قياس كثافة العظام وغيرها من المرافق أيضا التي تحتويها قسم الأشعة. كما جاءت توسعة في طيات في 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 هذا الجانب، أخذت الوزارة في نظرتها المستقبلية أن توجد خدمة جديدة في مستشفى صحار، وهي خدمة القسطرة القلبية أو التداخل بالنسبة لمرضى القلب. فأوجدت غرفتين لعمليات القسطرة والتي من المؤمل أن يتم تشغيلها إن شاء الله في العام المقبل. كما وجد في هذه التوسعة عدد ما يقارب 33 سرير كقسم أو جناح للرعاية النهارية أو العمليات البسيطة، كما تم إضافة ما يقارب 26 سرير لجناح غسيل الكلى أو قسم غسيل الكلى، وكما تم إضافة ما يقارب 33 سرير لجناح قسم النساء والولادة. كما شهدت هذه التوسعة إضافات جديدة لقسم العناية المركزة كبار وقسم العناية المركزة صغار، حيث شملت التوسعة على 13 سرير للعناية صغار وما يقارب 20 سرير للعناية كبار. أيضا دكتور، ونحن قبل أن نخرج على الهواء كنا في جولة في هذه التوسعة
أو في مرافق هذه التوسعة، ورأينا هناك وحدة متكاملة للتصوير بالرنين المغناطيسي. أهمية وجود هذه الوحدة الجديدة في هذا المستشفى؟ نعم، طبعا وحدة الرنين المغناطيسي أو أشعة الرنين المغناطيسي تعتبر إضافة جديدة في مستشفى صحار، حيث ستلبي احتياج المواطنين، حيث يتم حاليا التعاقد مع القطاع الخاص لتوفير هذه الخدمة. ولكن بوجود هذه الأشعة حاليا سيعمل على تقليل التكلفة وتقليل أيضا العناء بالنسبة للمواطنين والانتظار. أيضا دكتور، لو تحدثنا كذا في تفاصيل وحدات العناية المركزة للكبار وأيضا للأطفال وأيضا للعنايات الخاصة اللي وجدناها كما قرأناها في اللوحات قبل أن نكون على الهواء أيضا، فنعطي المشاهد الكريم تفاصيل عن هذه الوحدات للعناية الفائقة للمرضى في المستشفى. نعم، طبعا تطلعات المواطنين في محافظة شمال الباطنة كانت كبيرة جدا، والتي أخذتها وزارة الصحة بعين الاعتبار، حيث أن محافظة شمال الباطنة تضم في طياتها ما يقارب مليون نسمة، فأخذت على في نظرتها المستقبلية أن توجد قسم للعناية المركزة كبار يضمن وجود سرير لأي مواطن يحتاج لهذا أو لأي مريض يحتاج لهذا السرير. كما أيضا شملت على توسعة بالنسبة للعناية لقسم العناية صغار، والذي سيضمن أيضا إيجاد السرير في وقت الحاجة بإذن الله تعالى. أود أن أضيف أيضا هنا أخي علي بأن التوسعة شملت أيضا قسم خاص بالمناظير، وهذا يعتبر أيضا استحداث جديد بالنسبة لمستشفى صحار. وإن كنا حاليا نقوم بعدد من المناظير، ولكن هذه أيضا ستعمل فارق، بحيث أنها توجد وحدة مستقلة تماما في مناظير الجهاز الهضمي. جميل دكتور، أيضا مع هذه التوسعة والإضافات الكبرى في هذا المستشفى، كيف سيعمل ذلك على اقتصار فترة المواعيد أيضا والاستغناء عن التحويل لمستشفيات في مسقط على سبيل المثال؟ طبعا النظرة بالنسبة لتشغيل هذه التوسعة أنها ستعمل على تقليل من تحويلات المستشفيات الثالثية. مثال على ذلك اللي هو أمراض المرضى الذين يعانون من أمراض تصلب الشرايين أو أمراض القلب، سيتم مع افتتاح هذه التوسعة معالجتهم مباشرة في أقسام القسطرة التي تم استحداثها في هذه التوسعة، وهذا سيقلل المعاناة التي بالنسبة للمرضى وذويهم، حيث أنهم يتكبدون قطع مسافات طويلة والانتظار لفترات طويلة. سنعمل على إيجاد آلية واضحة بالنسبة لتفعيل هذه الخدمة بالطريقة المثلى التي تضمن تقليل من فترات الانتظار وتضمن علاج المريض في الوقت المناسب إن شاء الله. دكتور، مع هذه المرافق اللي أضفتموها في مستشفى صحار، هل هناك يعني كيف سيتم تغطية هذه المرافق بكوادر طبية؟ نعم، طبعا هذا أكبر التحديات يمكن حاليا لتشغيل التوسعة. نعمل الوزارة حاليا تعمل قدما على مع بداية العام القادم على توظيف شريحة كبيرة من العاملين الصحيين الذين يعني من المؤمل أن يتم يعني استخدامهم و توظيفهم في وقت مبكر من العام المقبل، مما يضمن تشغيل التوسعة في أقرب فرصة. أيضا دكتور، لو نتحدث عن وحدات الجراحات الطبية التي أضيفت في هذا المستشفى، كيف ستعمل أيضا لتحقيق طموحات الأهالي من أبناء محافظة شمال الباطنة المراجعين لهذا المستشفى؟ طبعا بالنسبة لاستحداث أقسام جراحية، فأوجدنا اللي هو مثل ما أسلفت سابقا اللي هو قسم الرعاية النهارية أو العمليات البسيطة، حيث تم استحداث وحدة غرفة عمليات. سيتم في هذه الغرفة العمليات وضع أيضا بروتوكول معين مما يضمن إجراء بعض العمليات الجراحية التي حاليا يتم إجراءها في غرف العمليات الكبرى، مما يضمن توفير الـ 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 الوقت
على غرف العمليات الكبيرة، وأيضا يعني التسريع في إجراء بعض العمليات هذه في غرفة العمليات اللي تم استحداثها في التوسعة، كما أن هذه الوحدة الرعاية النهارية تشمل على 33 سرير، حيث يتم تشغيلها بما لا يقل عن 24 ساعة، بحيث أن يضمن المريض أنه يحضر اليوم الصباح يعمل العملية على نهاية النهار، أو على العمليات طبعا أنا أقصد بها البسيطة على فترة المساء، يرخص من المستشفى دون الحاجة إلى بقاء في المستشفى أكثر من 24 ساعة. طيب دكتور، سؤال أخير كذا، متى ستبدأون التشغيل لهذه التوسعة، وهل التشغيل سيشمل كل المرافق ولا سيكون تباعا؟ طبعا مثل ما أسلفت أخي علي، أكبر تحدي اللي هو تحدي القوى العاملة أو العاملين الصحيين. مثل ما تعرف أن يعني ندرة العاملين الصحيين في العالم أجمع، فيعني مسألة التشغيل سيكون على مراحل، يعني سنضع أولويات وعلى حسب القدرة الحالية للمستشفى بإمكانية تشغيل ولو أجزاء بسيطة من هذه التوسعة دون الحاجة إلى إضافة قوى عاملة، سنعمل على ذلك، إما سيخفف من معاناة المواطنين. أود هنا أن أشير أن هناك لجنة مركزية قد شكلت لمتابعة وتشغيل التوسعة، وهناك خطة واضحة على 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 وضع أولويات خاصة بالنسبة لهذه التوسعة ومرافقها، وعلى أن متى ستكون يعني البداية وأي الأقسام سيبدأ يعني على حسب الأولويات. دكتور ماجد بن سلطان المقبالي، شكرا لك على هذه البيانات وهذا الإيضاح حول التوسعة الجديدة في مستشفى صحار. شكرا دكتور ماجد. إذن هكذا مشاهدينا الكرام، كنا في هذا الحديث الموسع والشامل عن التوسعة الجديدة في مستشفى صحار المرجعي. نتواصل مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج، برنامجكم من عمان، والآن نخرج إلى تقرير عن مشروع إعادة تشغيل النيازك العمانية، فابقوا معنا.